يشبه كوكبنا البصلة، فتتخلله عدة طبقات مختلفة، وأنت الآن بصدد شق طريقك إلى القشرة الأرضية الشبيهة بقشرة بيضة مسلوقة، فهي رقيقة ومتينة وتشكل أيضاً أقل من 1% من حجم الكوكب. على عمق 0.6 متر ستلتقي بصديقك الحفار خلدون، قادر على حفر نفق بطول 18 متراً في اليوم الواحد. على عمق 3 أمتار تصيبك حالة من الذهول. هل هذه دودة الأرض؟ فطولها يقارب المتر، تحفر أعمق من 7 أمتار تحت الأرض، مما يعني أنك لن ترى مجدداً جذور النباتات الاستوائية للغابات. تواصل شق طريقك، وعلى عمق 12 متراً تكاد تصطدم بالتمساح النيلي. من بين جميع الحيوانات تحفر هذه الزواحف أعمق الجحور. تعترضك مزرعة حضرية مطمورة تحت الأرض على عمق 33 متر. واو، إنهم يزرعون الخضار والأعشاب هنا. على عمق 122 متر لا تزال جذور الأشجار تعترض طريقك، لكن هذه أعمق واحدة على الإطلاق، فهي تنتمي لأشجار التين البرية التي تنبت في جنوب إفريقيا. ستجد على عمق قرابة 155 متراً غرفة فندق. هذا فندق سالا سيلفرماين، أعمق فندق بني في منطقة كانت في الأصل منجم فضة، ومن هنا أتى اسم سيلفر ماين الذي يعني بالإنجليزية، نعم كما خمنت، منجم الفضة. على عمق 286 متراً يصادفك طريق داخل نفق. هذا نفق آيكساند في النرويج ويوجد تحت البحر. عندما تصل لعمق 396 متراً تحت السطح تصل هنا إلى قاع بئر مائي. هنا يرقد بئر ويدنغدن في المملكة المتحدة، الذي يعد أعمق بئر بناه الإنسان في العالم، وقد بني لتزويد ملجأ بالمياه. على عمق 1006 أمتار يصل الضغط إلى 330 وحدة ضغط جوي. ولوصف هذا الرقم، تخيل 4 فيلة مكدسة فوق رأسك، أو باندا ومعها أختها واقفتين على إبهامك. تشاهد دودة صغيرة تعيش في منجم للذهب حين تكون على عمق 1220 متراً تحت الأرض. في سنة 2020 أقيمت أعمق حفلة موسيقية في العالم على عمق 1890 متراً. أحيت الحفلة فرقة الشيف بوتوم بويز في منجم فيلز كرايتن في كندا. تتوغل أكثر في أعماق الأرض وترى منجم الذهب هومستاك على عمق 1520 متراً تحت سطح الأرض. قبل غلقه في سنة 2002 كان أعمق مناجم الذهب في أمريكا الشمالية وأكبرها. في سنة 1965 تمكن العلماء من رصد جزيئات دون ذرية من الشمس وحسابها، ووقع ذلك في مختبر موجود داخل المنجم. أعمق من ذلك بقليل وسيصبح الجو بارداً إلى حد التجمد. إنها التربة الصقيعية، وهي طبقة تربة سميكة ومتجمدة على الدوام، لا تسخن حتى في الصيف. تقع بالأساس في المناطق القطبية وتكون أسمك في شمال سيبيريا. قرابة 1980 متراً تحت السطح لا تزال تصادفك بعض الكائنات الحية، هذه قافزات الذيل أو الكهدليات، وهي حشرات ضئيلة الحجم بلا عيون تعيش في كهف كروبيرا شديد العمق في جورجيا، الدولة وليست الولاية. على عمق حوالي 2190 متراً تصل إلى قاع كهف فورونيا في جورجيا. هذا أعمق كهف في العالم عرفه الإنسان. إن سبق لك التواجد في منجم كرايتن في كندا في مايو من سنة 2005 لكنت قد سمعت أعمق بث راديوي، وقع ذلك على عمق حوالي 2342 متر، أي أعمق من كهف فورونيا. يصل أعمق مصعد وحيد الصاري على كوكبنا إلى مسافة 3110 متر تحت سطح الأرض، ويعيش أعمق حيوان متعدد الخلايا عرفه الإنسان
على عمق 3600 متر في منجم تاوتونا في جنوب إفريقيا. إنه صغير الحجم، فهو عبارة عن دودة قوية يمكنها مجابهة درجات الحرارة القاسية والجفاف. 6.5 كيلومتر تحت الأرض، وقد وصلنا إلى متوسط عمق القشرة المحيطية، وهو جزء من القشرة الأرضية التي توجد تحت المحيط، وهي أرق بكثير من القشرة القارية. على العمق ذاته ستلتقي بأعمق نوع من الجراثيم عرفه الإنسان في شمال شرق الصين. سترى قاع أعمق حفرة اصطناعية عندما تصل إلى مسافة 3600 مترا تحت سطح الأرض. يصل قطر بئر كولا العميق إلى 23 سنتيمترا، لكن يعادل الضغط في قاعه 4000 جو، أي 54 فيلا مكدسين فوق رأسك بالضبط. إذا وصلت لأكثر من 14 كيلومترا تحت السطح، ستجد نفسك في مسبح من الصخور المنصهرة والساخنة كالجمرة. هذه حجرة الصهارة للبركان الهائل ييلوستون تحت منتزه ييلوستون الوطني في الولايات المتحدة. تستكمل الحفر؟ إن وصلت شق طريقك بهذا الشكل، قد تخترق القشرة الأرضية قريباً. يتفاوت عرض القشرة المحيطية في العادة بين 5 إلى 10 كيلومترات، بينما يصل عرض القشرة القارية إلى حوالي 45 كيلومتراً في بعض المناطق. لكن رغم أن القشرة المحيطية أرق، لكنها أكثر كثافة بكثير. لهذا السبب تجدها تطفو لأسفل في طبقة الوشاح أكثر مما تطفو في القشرة القارية. توجد أسمك أجزاء القشرة الأرضية تحت الجبال، فجذور الجبل أقل كثافة من الجبال في حد ذاتها. إن وضعت المواد التي تتكون منها في البحر، ستطفو كجبل جليدي. كلما تعمقت أكثر، ارتفعت حرارة القشرة الأرضية. في حدود الوشاح الأرضية، يمكن أن تصل الحرارة إلى 400 درجة مئوية. لا يمكن تسخين معظم أحجار أفران البيتزا أكثر من 260 درجة مئوية. وإليك حقيقة طريفة، لكل من الأرض والبيتزا قشرة خارجية مقرمشة. ومع ذلك تعد القشرة الأرضية أبرد جزء من الكوكب. على عمق 29 كيلومتران تصل إلى الحدود بين القشرة والوشاح العلوي للأرض، وهناك يصل الضغط إلى مستويات ساحقة تقدر بعشرة آلاف جو. الأمر أشبه بأكثر من 130 فيلان يجلسون فوق رأسك. يعد الوشاح الأرضي طبقة من الصخور الساخنة التي تشكل ثلثي كتلة الأرض و84% من حجم الكوكب. يقدر سمكه ب 2900 كيلومتر، وهو مزيج من الحديد والسيليكون والمغنيسيوم والأكسجين وصلصال الأطفال. حسناً، الأخير جدعنا من عندي. الصخرة الأقرب إلى الجزء الداخلي من الوشاح شبه صلبة مثل حلوى الكراميل. الشيء الأكثر إثارة الذي ستراه أثناء سفرك عبر هذه الطبقة الألماس. يعتقد علماء الجيولوجيا أن جميع الألماس الذي نستخرجه اليوم من المناجم قد تكون في الوشاح الأرضي، ومن ثم منذ حوالي مليار سنة مضت وصل لنا على السطح نتيجة للانفجارات البركانية. الجزء العلوي من الوشاح ومعه القشرة الأرضية مقسمان إلى قطع عملاقة تشبه الصور التركيبية للبازل الضخم المكون من عشرات الآلاف من القطع. تتحرك هذه القطع التي تعرف بالصفائح التكتونية بسرعة بطيئة جداً، تتفاوت بين 2.5 إلى 5 سنتيمتر في السنة. بينما تشق طريقك عبر الطبقة العلوية من الوشاح، تشعر بارتفاع درجات الحرارة من 480 إلى 870 درجة مئوية. وكلما تعمقت أكثر، كلما تتعرق بشكل أكبر. بالطبع لن تتعرق فقط على عمق مثل هذا، هذا إن افترضنا وصولك حياً بالطبع. لنكمل افتراضاتنا، بالقرب من حدود النواة تعدت الحرارة بالفعل 3870 درجة مئوية.
يصل ضغط الغلاف السفلي من الوشاح إلى 240,000 جو، أي تخيل 3,280 فيلاً يشكلون برجاً فوق رأسك على عمق حوالي 2900 كيلومتر تجتاز الحدود بين الوشاح والطبقة الخارجية للنواة. تسخن هذه الطبقة لتصل إلى 4,980 درجة مئوية، ويعود ذلك في الغالب إلى الانحلال الإشعاعي لليورانيوم والثوريوم. مثل هذه المستويات من الحرارة كافية للحفاظ على الطبقة الخارجية من النواة في حالتها السائلة، ورغم أن الضغط هناك يعادل 2,000,000 جو تقريباً، لكنه لا يزال ليس قوياً بما يكفي لتحويل الحديد إلى حالته الصلبة ثانية. تتكون الطبقة الخارجية من النواة ذات سمك 2,400 كيلومتر في معظمها من الحديد والنيكل في حالتهما السائلة. يتحرك هذا الخليط في شكل تيارات عنيفة ومضطربة ويولد حقلاً مغناطيسياً يمتد على طول 1,3,000,000 كيلومتر ويحمي كوكبنا من الرياح الشمسية. في الطبقة الخارجية من النواة يكون الحقل المغناطيسي للأرض أقوى 50 مرة من السطح. صرت الآن على عمق يزيد عن 4,830 كيلومتر تحت الأرض. هنيئاً لك، لقد وصلت أخيراً إلى مركز كوكبنا. إنها النواة الداخلية، وهي عبارة عن كرة صلبة معدنية يقدر قطرها ب 2,400 كيلومتر. هذا أشبه بثلاثة أرباع قطر القمر. النواة الداخلية كثيفة للغاية وتدور أسرع من بقية الكوكب. إنها ساخنة بقدر سطح الشمس تقريباً 5,420 درجة مئوية. يعتقد العلماء أنه بإمكانك العثور على 99% من الذهب والبلاتين على كوكب الأرض في النواة الداخلية فقط. استغرق تكون النواة الداخلية حوالي 500,000,000 سنة، مما يعني أنها أصغر سناً من بعض أجزاء القشرة الأرضية. ثمة نظرية أيضاً تفيد باحتمالية وجود نواة داخلية للنواة الداخلية ذاتها. إن وجدت فعلاً فتقريباً لن تتكون إلا من الحديد الكامل. والآن كيف ستتمكن بحق السماء من الخروج من هناك؟ كلم السواء. لا أدري بالطبع، ولا أظن أنك ستجد إرسالاً قوياً هناك. نراكم في المرة القادمة. إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق، وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.